بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتوين الإدغام. الدرس السادس من كتاب الملخص المفيد في علم التجويد. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام. درس لحد وكتابك الملخص المفيد في علم التجويد أيام كسو جري درسي اللي حاوحونا رب العبانا أحكام النون الساكنة والتوين حكمك لبعض إليه إدغام نور هبني التوين أيا أفر حكم لإظهار وكسو بحني حكمك لبعض دا وحيها إدغام. الحكم الثاني حكمك لبعض ومن أحكام النون الساكنة والتوين نور هبني لبشاقل أحكامته وكمدة الإدغام. إدغام ويحوم كاللبات إدغام كمركة إلى شن مسألة اللغة هل ومتن يهدائيه شان تبكو تالي ولما وقارنا مسألة اللي حاد بكو دران مركة وحاوي شان تام مسألة ارتها المسألة ومنه ما قبو نورها بني يتوين أفرت حكومة إليهن إظهار إدغام إقلاب إخفاء أفرت مدك السوق من على الأقل وكارهبا سبع حرين مدك السوق يران حده إلا قيح الله شيء لغة واصطلاح وحكوية إظهار كوارهبا إدغام كوارهبا إغلاب كوارهبا إخفوار حروفه إلا شيء حروف تيس انت ايتهي سبع مثلة تسالوين إلا يكير سبع راس مسألة أفرت وضب وكارهبا قاربا صدح كسي بلندو وارتوى إلا إلى حده أما التعريف ولا بلا يسكم دوا يقيحد ولا قول اللغة واصطلاح حروفه وإلا صدح وإلا رها أمثلته. أما ما أنت يبغان يسوي شن مسألو بايا شن مسأل حده كو قيحد كو لبا مركان قيحدها الله حروفه صدح أقسامه بأمانة حروف تاسع قيب سبس أفر شروده شروده له شن أمثلته شن تابنا متنه هدايه كتاب ما قرأت شاقرا وانو شيء قدام إن عن حد هو الله ضيحيد وإدغام حاليا لغة واصطلاحا لما إن عن هل حروف ما قرأت صدح أقسامه أقسامه أي أقسام هذه الحروف حروف تنتهي تلنتهي وقيم سمس واي غيرها وحيدها أن أقسام الإدغام إدغامك أنتو وقيم سمس سمه رمانس وحلقه من حروف تنتهي نقضنا أفر شروده شن أمثلته. ما هو الإدغام إدغامك محويها الإدغام إدغامك لغة حق لغة إدخال شيء شيء قلنتي وي في شيء شيء دحلي لقريه نكره كوكان إدخال شيء بالعام في شيء كتب تقار إدخال شيء في شيء اسكما هر إمانس اسكما هر إمانس إدخال شيء شيء قليل في شيء شيء دحلي لقريه إدخال شيء شيء لقريه شيء بس هذا علماء قاروا حيليهم نكرا من مدنا الصح وشيغا همهن نقضوا وحي دوني إلا فهمي شيء يكسروا بأنه شيء كلاب لحدا مدرك قلن كي وفركي سيلك جليل فلان قلن كان هاي ستي فركي واكا قلن كي واكا فاسا رسو جليسي لغة إدغامه إدغام هذه العجل كي جلسي إدغام مصحف كي بعد جل كي سجل إسلام الجواب كجشت إدغام سيفتي بعد جل كي لجلي إدغام حكريه بعد فاس كأف كي سجل إسي أما برتي بعد وحاج جلس دمار كأف كي س إدغام كتاب كان أدوتي بوكتا وحاج جلس بعد إدغام وهذا الإدغام الموضوع العامر كي لغة فيري وحيدا ملخص المفيد كأكوفي عن مسألة إدخال شيء في شيء تفي عمري لأنك كرا بس
سعر ما بوام بسوق لنا أما كرة كل اسم شايع في جنس لا يختص به واحد دون آخره لك الحين الإدغام إدغام كل لغة حق اللغة إدخال شيء شيء جلين تيوي في شيء شيء لدح جليه إدخال شيء شيء جلين تيوي شيء قلم بهس ومصدر مضاف لمفعوله مصدر مضاف لمفعوله أي إدخالك أليه جلين تيوي الشيء أجلس يعني مركة إدخال أنا جلنت الله إمانا شيء أنا وكي إحنا جلنا مصدر مضاف لمفعوله سيد أنا إدغام وإدغام في لغة حق اللغة إدخال شيء شيء جلنتي في شيء شيء لدح جليه كي إدخال المصحف مصحف كجلنتي سيوكال في الجيب الجنك لدح جليه مصحف كمعرات جيب كجلنا إيه مثل سوى إسكت له واه والجلن هيا مركوا مفعولوا كي إدخال المصحف مصحف في القرآن كأول الجليه في الجيب جاب كتحليس الجليه مدرة جاب كان عادي أطلع صلاها لكن عرفت جاب وحيوة قنجرة واحد مقضوعة قوعان النسير قولي وقوعيها صباح وحيالها بالله عصر حتى جاب واضح ها ها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ما شاء صدك رب حيث ان القرآن قاموس من لا قاموس له ومن له ومن له قاموس فوق كل قاموس انسح تعبه ارع عربي او فصيحة قرآن كان لغوالي مهي اما وحوكينا يا اري نفتسي او مرادف كي وكينا يشتقاق كي دخال المصحف المصحف كي ولا قلية في الجيب جيب كبحيس او ادخال السيف سيفتي او لقل يفي قرابه جلكيس قرابه ايه غمده غمده او بالغينة غمده قلوة مقرة اخر الفاض علماء قاره وحيبهان ان ادغام لغة ادخال شيء في شيء مركة تقول العرب ادغمت اللجام في فم الفرس وادغمت السيف في الغم أدغمت واجل وقال لي جامع حكمه برتي سوى مقرس في الفرنسي فرس كبهيس أما برتي وحان قلي حكمها هاي بمارك أفكيس وأدغمت الصيفة سيفتين وحان قلي في الغندي قال كبهيس سيفت قال كذا غندي اللي عمى قراب بل قراب قال لي دغام يدغام كل لغة حق اللغة إدخال شيء شيء قلنتي في شيء شيء لبه قليه كي دخال المصحف المصحف كي أولا قليو في الجيب جيب كدهلي سو إدخال أو أما سي إدخال السيف سيفتي أولا قليو في قرابه سيفتا قلب كذا دهلي هذا اللي قلي في قرابه قراب السيف وضربه في قرابه قل كيس اللي ده قلي واصطلاحا سيد اللي قوه شي مراد كنا واصطلاحا وي كتاب قصور برانا السرافيري أي فن لغة واصطلاحا بكوكين مكو واحد تعريفنا أما واصطلاحا تاسا مر بدل ميسو محيو بدل لغة وشرعا مراد كلا ربا إن أتكم من تدو واصطلاحا توي أما وشرعا لدى كلا اللغة العربية وفو كيها بيكو شيس بس لأذو واحد الله ربا إن أتكم من تدو واصطلاحا توي أما وشرعا توي نظر واحد الله ربا إن لغم من تدو واصطلاحا سيئ نقول شيء إدغام وحالي يقانا علماء التجويد وعلماء القراء يقانا التقاء حرف حرف والله كل ما حرف كاسو ساكن فيبا بحرف حرف والله كل ما حرف كاسو متحرك حركيس باب كان انت كنت غباء وأحكام النور ساكنة والتوين حرف ساكن محالي يقانا والنور ساكن والتوين كلفته النور ساكن والتوين يا حرف ساكن لو يقع باب كان بإنتي اللي وجره هذه حرف ساكن نصمره وعن نور ساكنة وتوين نون ترى بني الله وشاق لكم التقاه حرف حرف والله كل ما حرف كاسو ساكن ثيبا وهو النور ساكنة وتوين حرف ربنا مشي بحرف حرف والله كل ما حرف كاسو متحرك حركيسا حرف كحركيسا نواوا خلق مركان كجر هذا إبغام وحروف يرمون يرمو ومنك للجوارة صحيح يرمون
يرملون ذلك قرب بها وسيد اسك مشهور كان لكن سحر ويرملون يرم بضم الميم التقاء حرف حرف والله كل ما حرف كاس ساكن ربا بحرف حرف والله كل ما حرف كاس متحرك حرف كاس بحيث ما لا يكون ما كربا يك حرف كاس بحيث ما يسيران اي اهانيان كيرن ما يك حرف كاس يسيران الف تكجر والف التثنيه يفعلان وكلو يفعلان في المضارع المرفوع علامة رفع بثبوت من سماه ثبوت السلام ما ثبوت كافيا بحيث ما أي كل ما يسيران وهانا ينكره ما يكي حركة سنا حرف واحدا هل حرف كليئة مشددا ولا شيء غير هذا مثل بني من حركة سمرا كل ما وحاله هل حرف الشرم بإسلام القناة يا ما شك بحاجة أرتى مثل ربنا من حركة سنهربي كل ما اللي يسكت شري وحاسبه وحنا مدغم إيه مدغم فيه كهرة كهرة إهربان كهرة إهربان مدغم بله كدم بقى حركة سنة مدغم فيه سدبيا أنت هذا إدغام كنا كنت ربنا مدغم وحاله هل كمر كيل جونون سات وتوين نقدر مدغم فيه يا مقرة حروفه يرمونا حروف اللحظة والمدغو فيه ننكر ما يتوين فلم حين قرى يكاه الرواه مدغم مدغم فيه مثك ود فيه ورطر مدغم فيه وحروف يرملون يا ضمبع مدغم فيه سيدي سبع الله الحرف اللي يسكي إدغاما كضمبوي كضمبع كورنا مدغم بس كضمبرة مدغم فيه كدر وكان يدعج لأي مكت هالك المركة وحوي رفير علماء الضور سيئوا عبدالله باجراء اسكم وذا مترادف قالوا هذا الالتقاء وحرف حرف والله كل حرف كاسو ساكن ثيبا حرف كاساكن قوانون ساكن والتوين بحرف حرف والله كل ما حرف كاسو متحرك حرف بحيث مال اي كل ما يصيران اي اهانا يانكيره ما يكي حرف اسنا حرف واحدا هل حرف كلي مشددا أول الشري قرر واحدا بحيث يصيران حرفا مشددا بس هل حرف شيء قرر واحدا بحيث يصيران التقاء حرف ساكن بحرف متحرك أما بمتحرك كريه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس ثاني من جنس ثاني كلمات جنس ثاني شكوتها مدغو فيهم على وضع المقرأ مثال مر ربهم بس مثال مر ربهم ما هي القرآن تعبير بها القرآن مر ربهم سيلا القرآن من إيه ربهم نوكا بيات كده واقس ما شد كيلا بابينا إدغام كيلا بابينا مر بلا فيه من كي إرهاب أسكو خبانس مر ربهم نوكا مشيس ما حرفا واحدا مشددا رأي من باسوهرس أشي التقاء حرف حرف الله كل حرف كاسو ساكن ثيبا بحرف حرف الله كل حرف كاسو متحرك حركة بحيث ما يصيران اي هانايا كرمنا يكي حركة حرف واحدا الحرف كلية مشدد للشري كم حروف الإدغام كم عدد حروف الإدغام إدغام كحروف تي سوى ميقة وما هي محيكة شنتي مسألة هالمسألة تبع حده مقر تقيح حده أما تعريفه اسكم حال قالها بنا حروف كم عدد حروف الإدغام إدغام كحروف تسوامق وما هي محايكة لك عدد حروف الإدغام إدغام كحروف تسترابيض ستة أحروف وحروف اللح لحرف أرى حروف الإدغام ستة طوال السلام حروف الإدغام كواللح وثاني إدغام بستة أتى في يرملون عندهم قد ثبت كم عدد حروف إدغام إدغام كحروف تيسترى ويضوى ميق وما هي محيكرة عدد حروف الإدغام إدغام كحروف تيسترى ويضوى ستة أحرف حروف لحوية فقد وكلية وهي وحيكرة اليابية الراء الراء الميم اللام اللام الواو النون
يأمرون بيبو رايح حرف حرف إنه شيء كده من كل الياو ياكو أغواء رأي يرتيو الميم ميم اللام لام الواو النون نون وهي حروف تلحية مجموعة وحلو كل في كلمة يرمونون وابن منك سمار وصحيح رواية ودراية بصح تالي رواية ودراية رواية نقل على غواء علماء السيدان اللي يوسي وقولي فني أهلي ودراية وقالها اللغة العربية السيدان الكتور همالا يرمون وشورة الضم همالا وفعالا مركة هدوه فعالتها فعالها بأثر وجيري أهل نوع يخسر ذن يوفاء نويل يعين نوك أتاك ذا المضاعف لازما كحنى ضلع حنى يحن نوع يخسر يا نوع يضم يا نوع يفتح يا نوع يجوز فيه ليجان سماه مركة رمالة وفعالة هاي نوع يخسر لغمهن نوع يضم صح ما هذا نوع يفسر وطلقنا هذا الواو فانا ولي عينا وقاتا كذا المضاعف اللازم ما نوع يضمنا لجمهر وبما عينا معداه يعين له الواو ولا من يجاو به مضموم عينا وهذا الحكم قد بدل لما يدل على فقر وليس له داعي لزوما كسر العين نحو قلع نوع يفتحنا لجمها يعاتل ساها بيته السيد يضم قاعد يقود قرصه ورقى سلفي يا خصيصا هدوه فعليه واللغوة النوع يكسر سيدي اللي هو هاصلك إنه وفعل يفعلك إنه وفعل وفعل يفعلك إنه وقدك إنه وفعل يفعلك إنه أما يفعل يفعل لغوة من لغوة إنه لأي كده مشورة طبعاً مشورة الكسر ما لها كلام أقول له لوكس لوكا قاس هذا السرس وأنا أنت من باب النصارى ينصر بالله وده دورة من باب النصارى ينصر ساس على وآخر أنا النصارى ينصر كل ما تروح له يا مر لكن وحول الله كان النصارى ينصر ها هدوك ده من باب النصارى ينصر قد كسرت قوانيس كان مركز رمال يرمون باص على وآخر بداية مركة شورة الضمة إسلام قطع قاعدة يرمون كوكين لما هيو لكن شورة الضمة ساسي قاعدة كل نقطة مركة سلاسي قاعدة كل مركة يرمونون عندهما يرمالون عندهما يرمى وكي أقوم يرمالون عندهما منك قبل مين يرمو عندهما يرمو يرمونون وهي حروف تدغمك مجموعة وحلو كل في كلمة يرمونون هل الإدغام إدغام كما لها أقسام قيمة لها نعمها يلغى سن الإدغام إدغام كوحوق يرسم إلى قسمين اللبا قيمة وهما اللبا قيمة إدغام بغنة مركب حروف تالا قيمة إدغام ولما بقار وحي كده فيه سن هداية إلى كان قسم تنقسم هذه الحروف إلى قسمين قار وحي كده إلى كان قسم ينقسم هذا الإدغام اسكما هو رمانا يرد وحلقين دون وحروفتم لكن وحافي عبا لفعنام إدغام كإن لقيمة وحقي السماء وإدغام مدر وإن يفهم التحفون وامروا فيه والثاني إدغام بستة أط في يرمونون عندهم قثبت لكنها قسمان قسم يدغم يسوي إنك سوى حروفت إشارة لكنها حروفتي مدر جزيري أنا محوى وأدغم بغنة في يوري إلا وحكم توين ونون ينفى إدغام إدغام إظهار وقلب نفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام ورى لا بغنة لذي سأنا إشارة وحلق فهم حق حروفته بس كما هو إمانا هبابات إلى كم قسم تنقسم هذه الحروف إلى قسمين بصوبة حروف تهبابات إلى كم قسم ينقسم هذا الإدغام إلى قسمين هل الإدغام إدغام كان مليها أقسام قيبة هل الإدغام أقسام عربة الاستفهام مقاركة ها هل الإدغام أقسام كوبا وقرمية شيخنا
القيامة كنا سمعنا كم عدد حروف الإدغام وصام الرتاس هل للإدغام أقسام من هالكسم ما يلقان انته بعد ولي وهذا جولة هل للإدغام سؤال شافيرة هل للإدغام إدغام كبليه أقسام قيوة نعم ها ينقسم الإدغام إدغام كوحو قيب سمينا قسمين إلا بقيوة وهما لما واقعوا إدغام الإدغام بغنة مع غنة غنة معي هذا غنة وط وله حلية إدغام كغنة وط أربعة حروف حروف أفر من الستة اللحظة حرف عقور لحظة أفر بوقات ما قصة ما قصة عرس لا بس قيبت لما إدغام الإدغام بغير غنة غنة لآن وله إدغام كغنة لآن بغير غنة نوالة بلا غنة نوالة إرهواء حرفان إلا بحرفوي القسم الأول قسم قيب تكولات ومن الإدغام إدغام ككاملة الإدغام إدغام كيوية بغنة مع غنة الإدغام إدغام كيوية بغنة مع غنة غنة معيها ما هي محيطة حروف الإدغام إدغام كحروف تيس بغنة مع غنة غنة معي ما هي محيطة حروف الإدغام إدغام كحروف تيس بغنة مع غنة غنة معي أهذا إدغام كحروف تسغنة وعيلاتها الإدغام بغنة مثل ما يقحرفه أربعة نافر حرفه وهي أفر تاس الياء ياوي النون نوي الميم ميم وي الواو وهي حروف تنافر تا مجموعة وحلوكم في كلمة ينمو كلمة لا ينمو هاستر وحا سقر وحا كلال وكلم يؤمن يو يا ذلك واو كرب واو يؤمن هذين همزها كبير همزها كبير يؤمن والله في هذا يؤمن وأدغنا بغنة في يؤمن مدير وجزر وأدغنا بغنة في يؤمن إلا بكلمة كالدنيا عن غنو وحير وهي حروف تن إدغام بغنها إدغام كغنها لا حروف تيس وافر مجموعة وحلو كل في كلمة ينمو كلمة لا وهذا الإدغام إدغام كي يسمى وحلو مقعبة إدغاما إدغام ناقصا أو ناقص طوري سواء غنة وط كثيرا إدغام بغير غنة الغنة الآن كامل بالغنة وعلا هل كان مركب مسألة عقلي السويدية أدو تشكال هذا إمامك إلى الدوي صلى هدو مع العمر هل شرين سابق بغل شرين بوت و مع الأحمد عبد السلام نسينا وحوة بقول ولا هو ببحية هدي كل الناس يغدوا ولا جرمان أحمد من ساحيك ولا غيري أنيها أحمد بلنيها برايك بقول لك قدر سيو هذا مدالي اسكيبه هل بقول لك يو قدر مع العمر روح وحدي دواوة بقول كيسي مع العمر اسكيبه استانين فانا ما يقوها استاه لا بق لا بلا مياح ولا بق هل أحد ضاح ولا بضنا محوه استه لا بق وحال إيه مركز شيء هبوه كدر مض بناش الوو غندر هل كان وحات على شيء كدر مض أو طوري العظيم ها سوي مركز إدغامكو حروف تسمح سما يرمون لحظة حرف بقى لقيوية أفر كم دو حاله وإدغام بغن إدغام ويلها غنى خصة بيرة حبر كوانا وحال إدغام كي بس يجوغان لما يابا من لامبر كي إدغام كي بس يجوغ من إدغام كي وحاو قدر ما يغنى يابا المرك كان إدغام بغنى بغنى هدين لامبر حالا بيهلا ساقع التورير بالله حبنا لامبر كي قصة بيره وحو الزياري والتورير ساحوه وحاو التورير ده أوكيانا غنى هالنفتي سود وإدغام كسي الشقد وقبنا يشبت معه اروح بابي انتي كامل كاي وحاد يدنب غنب ممكن ان يتوينك وحاكها باي غنب ساسو بالناقص فيه غنب انا بالنقص اوكينيس كاكلا انا ادغام بغير غنب غنب الان وايه كامل ورشت محب او مدر فهيرا او كانت كفا ميسا وهذا الادغام ادغام يسمى وحالو مقعبا ادغام الادغام ناقصا طريق لماذا
لذهاب الحرف حرف كيوات هو باب ذهاب كان وحى الله استعمال باب إب ذهب موغو دواقي ذهب ذهب قرآن كان وكجرت سورة المؤمنون وأفلح المؤمنون وإلا على ذهاب ذهاب لذهاب الحرف حرف كي تجديس يو بقاء الصفة للصفر يو باقي النقف وهي الصفة هلك قدر الغنة وغنة وإليك يخذ قفصة الأمثلة مثال الذي وهي حروف إدغامك بغنة مجموعة وحال أكني في كلمة ينمو أما يؤمن وهذا الإدغام إدغام كي يسمى وحالهما إدغاما إدغاما ناقصا تبري لذهاب الحرف حرف كي أيات تزاي الحرف دانا حرف كل شيء ومدغم كي وأنه نساك وتوي الحرف أشكو جفة العهدية له حرف الإسراف قرناك وأنه ساكن وتوي واحد تذا باب رأي إدغاك بابينا لذهاب الحرف حرف كي مدغم كأها أنه ساكن وتوي أيا باباه وبقاء الصفة الصفة دون وباقي النقلس وإليك يخذ قرصة الأمثلة تصالح العدد حروف تتردد كو لبا صد حفر حروف الإدغام إدغام كحروف تسبي غنة مع غنة غنة معي والياء والنون والميم والواو الأمثلة مع النون مثال الذي والنون ربا معيها الأمثلة مثال الذي ومع التوين التوين معي هل مثال باك قارن هنا انت كلمة وقصة ومدرة والنون ساكن بعدها ياء باور من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين مراد من يقول من صم يره صوت موكر الله باقيك وهم وحناقص كير الوش وهم من يقول ما الحكم فيه بالويد هذا هو الإدغام بغنة الإدغام بغنة كدرس الإدغام بغنة بما عرفت محافك قرد كتابك ولمن وكوسل واحد قدودك بس حكم كقد احضرنا قدود ما عرفته قدودك يساره نور يبنيه يا بما عرفت النور ساكن بعدها يا اسكو الله ما لا يكون قطر سيهم أرضي بقى إسكولية مركو امتحانك ديار مانتر نسوى قلم ملونة وطوك نهل على مصر سماء أو حيرو عاوضا وإسلفة جينا إنو دولك يا الله نلقيا واحد الاسكول بقى فروحاوي فرسمر مركو امتحانك غالبا لقلو حرطة إيا اللي ملك إسكولية اللي ملك إسكولية ده باسد بقى علمي هدي لها حرطة بقى لكن معها حرطة كما فرسمر فرسمر وحوها فرسمر نن كان وفيرنا يا إسكولي ده مال وحكة إمانة مال كلا نن كان علمي بود اللي حرف كم تجاهي حرف ما تبقى أخ مال يكون إيمانا حتى واسك آخرنا مال يكون إيمانا حتى واخرنا نن كان نبو على مسنا وخلاص سنا مك ها مك واحد واحد سير علم قد أفتح وحية لمساجد مساجد يا لا جامعات كان مغلس مفاتيح جامعات هل نبقى كفائدة فرح بحسار منك فرح كسوقات يا ورقدة بس سواء مكتبة بأقلي لهي وحمد على عين لهي وحبار لهي بكبار السعيد لا للشيء آخر وحكلوا يا لمر يا ورقدة ورقدة وحوظات فيه روريس انت هاس علمي غضبت يا مبارد على المسي هل تصالوا بقاون بأي شيء وحل مثلا كتاب كان هدوم مقرر الملخص المفيد في علم التجويد صمع لا ما ضمينا ما ضمانا هذو جامعة مقرر فيها مالك إسكت ما ضمان إدارة وحيسود جين مجلس التعليم مجلس اللي بعها جل قلها وحبر الشر قابل سن مفردات المادة مقرر كان فترة أنت لا تيجي عيو عنوان بكنيس مفردات المادة مثلا حيلة أحكام النون الساكنة والتوين أحكام النون الساكنة علامات السواكن الإدغام أنت صفر رضا إلي سوي الله أنت مركي معلم كي لودي مع
معلم كيسانا وقت وقصة إنبو إسكا حذفاء سيئ لفتيس إنبو إسكا جرحة يا موت أما أقوى أتكاته أما وقت يها كجاريا إنبو جرحة يا مركو يارانا إدارة وإنسا جرحة موت هذا سيئنا إنبو جرحة لو جرد صامة امتحان كيبا لقاء أردونا إنبو إسكا جرحة ما لو ولا جرحة هلو إيه وحك إنما هيرا تهلكا كتاب إنو ضماله jaamacad iskool iska day inuu halka kitaab ku dhamaado lama suba in idaarada jaranaysa in macallinka jira in ardayda jira muqtadafaad in yarba loo wareegaysa bas hadii raaxeeqo muqarrar laga dhiga siirada gazuu fi inta saa fiir fiir bas in macallinka rufaasi ha jarto in ardayda iska jiro in maamulka soo jaraayo in yarba ku soo xaray inta yar lafta oo meel wada aqrinaa aad miris معلق وحشية الإدغام سما تعرفها كذا أو كلها كذا كم مرة أنت تلاحظه صح مختار ده قال الحكومة صار من ضال على بحر صح منك رجع مركب منك وحس برق والدلال وبحث في السماء منك هسه وح كفى إيده لكن جامع عبد واسف جشاوي مرة من ضال عين يس مختار ده ما قال يسيب وح ما أغرم يسيب مراجع ما فيير له أنا وح ما كفى إيده بعد ما أنا أبيت والد دم إلا وأكو قصنا سامر كده ما قرأت هذا من يقول ما الحكم فيه الإدغام بغنة بما عرفت أنه ساكن بعدها يا سؤال شاسد أحيو ما هو المدغم ولا هو المدغم فيه يا مدغم يا مدغم فيه المدغم إيه أنور الساكن والمدغم فيه إيه الياء الله يبارك برقي يجعلون قلتكم في السب قلتكم برقي يجعلون ما الحكم فيه الادغام بغنى بما عرفت تنين بعدها يا المدغم التنين والمدغم فيه الياء مدغم فيه كبنبوة انت كالعضاء لغاربة النوحي من نعمة يا تنين بعدها النعمة يا هما ايدي ناعمة المن من نال الله لؤلؤا منثورا الواو من وال ولكل وجهة واي هل كان مالك علماء التصالح الشيخان اولا ربعنا كور قرن التصالح امحوية حروف تدغام بغنى ما قوى أبا عصامة لما كان مدى مدغم فيه يشد بأسارة على مدى شد على مدى شد كان وحيوه اكتها اللمبر كان صد حيوه الصومالي ومات لمبر كون لمبر لو لمبر صد حيوه اكت على مدى على مدى الشد اللي لما كان مدى الشد ما صار لما دو شد كسارين ياوى الياوى والواو هذا هو لكل وجهة وهو شد بناصر صامة واحد يرمى مصاحف تلغمها يا تاس يا هو شد إلى ما صارف على ما دي شد أنا هو ما صار نسخة ده وصار ما شاء الله صحيح هو مساري ما شاء تاس صح ندعى صارين بصح يا ذي يها هو سيدي سبع لا بأس على ما تشل ما صار علم ذو حوجة أرهما الشيطان أذكر منا واتي بحث اللي جسوا سمع شماع هاي بحث يوم صار سمع سبير يمين كل يراده ما بس بحث يرجع سمع يا كم لها إن ما يقول يا على مش اللي مسارة بل قل يجعل يا على مش المسار من وجع على مدي الشد كمسار مجرى لؤلؤ أم منثورة منك لكن على الشد بأسار نوك نصير وكلا من نعمة يادي يواو ومحا على مد الشد اللي يقدعي على المختار هاي سلاوها دكور رواشي يأذى يواو على مد الشد كمحا اللي يقدعي على مد تحبني إنا لله وإنا لله سبحان الله وعلى ها ها
ما أنا بحثي مرة أبكي أليسان مسألة ما بكاها بلا واس مسألة ما بكاها بلا كوا شذية الإسلام الدين على مدى الشك اللوي على مدى الشك أي من نعمة نوك محاصر بالأذو وفير نوك محاصر شو المساري من يقول يا روح مياد كوارتا أو على مدى الشك من كسوا إدغام دي غنة من محلو غداي من محلو سي قول ماذا صح أو اللهم السلام خوش يا عيال ها صح تجانس تجانس حاجة في الغنة هاي حاجة غير نظر صح يا ذي واو وحاجة مركع علمات لو مسالي كي جوابين وقوبا وحيد لهم يأذى يا واو على مشى اللمسية مصاحف القرآن محام لو قدعي ونون يمين لوشد لا ميرا أنا واشدين وصوص على مر ربهم يمين لجل لا ولا شك وكم وقع على مدى شك من يمين لا وكم وقع من نعمة يمين لا لله يعنى على مشهد مسار روون مشهد ومد علاقة أحمد عبد السلام باشي وحاول النون والنون مركي اللي يسكو يدغام النون يمين من نعمة وأتماث المر يسكو مدوى النون يالمين مركي اللي يسكو النون والمين مركي اللي يسكو يدغام هنا التجانس باكده التجانس حقا غنظ حرف أغنى إسلي أما يواو حالو قد دهان يكو حاوي نوكا يمينكا علامة وحاوتين علامة المدغم مدغم كون نوكا ريبان أيا وحوتين ما قلنس مركا مساحفة قرآن كاللبان وحالو قد داي واو يياعه ينوك تباعد باك الدحية فغاشو فغاشو اياك الدحية مقرة علمك لو حيد المسالي انت عميه تباعد لما دهاية وحيد دهان النون والمين واللام والراء افرطة علمة قار قباجي الادغام الادغام كامل الاسلي افرطة النون والمين يا واللام والراء وقبالك صوصا بعض العلماء وحيقة بان إدغام كامل وإلا أفرت شدوى إن لها مدغم فيه وإن علامة دي شدك الله صار الياء والواو بإدغام دي غنى ناقصة بالسنة مركز إذا هذا فافاسة غاية المريض كان كثير نيسا أنا إدغام كوكا لقيني إدغام كامل وأفرت ولماذا قار سيئي بأجيني إدغام كامل يروى اللام والراء والنون والمين ساسا على مدى الشرك اللوسيين الياء والواو بس إدغام ناقصين نظر أما فواشها ساكد حيو التماثل بان لغواي يا التجانس بان لغواي يا لغواي مقر واي والإدغام إدغامك انتنا مركب قد والإدغام إدغامك بغنة مع غنة غنة معيها كما رأينا سانا رجل لا يكون ماهانا إلا من الكلمتين إلا بكلمة موية وإدغام وطن بغنة كلية غيبكم إيها شرب الإدغام باوحوية إخوة الأفاضل أن يكون المدغم والمدغم فيها من كلمتين هذه الكلمة إسلاق لنا إلا إذا كان بكلمة ثرى تدغم كدنيا ثم سنوان ثرى والإدغام إدغام بغنة مع غنة غنة معيئها كما رأينا سانرنا إلا يكون ما هانا إلا من الكلمتين إلا بكلمة موين فإذا وقع هذا حرف الإدغام إدغام كحرف كيف
والنون ساكنة النون تيرنا في الكلمة الواحدة فإذا وقع هدود حرف الإدغام إدغام كحرف كيسية والنون ساكنة النون تيرنا هي حرف في إدغام كهدي وضع عاني وضع قلا في الكلمة الواحدة هل كلمة أو كلية أحد وجب وحواجبها إظهارها النون تريبا إن لم يجي القرآن كان وآثر كلمة لما النون كريبا يابا كدر ميسا لما النون كريبا مثل الدنيا قنوان سنوان بنيان أربع كلمات كلمين أفروي لا خامسة وحشنية لها كلمين كان أفرتا وحشنية مجل في القرآن الكريم القرآن ككلمة دحيس والدنيا يا بنيان لبضع نونك الربية وكذا بس قنوان يا سنوان لبضع نونك الربية محاكا دمبيه واو أفرتا كلمة بس على هالي أفرتنا إظهار إظهار مطلق بني ويسمى وحاله مقعاب هذا الإظهار إظهار كان بالإظهار إظهار كالمطلق إلا إطلاقي ما إظهار مطلق له بحين لعدم تغييده كمحنها بحلقي أو شفوي أو قمري صدح لا إظهار بصاي لعدم تغييده بحلقي أو شفوي أو قمري دنيا محل إظهاري هذه الأولى شروط الإدغام كان وشروط الإدغام هو أن يكون المدغم والمدغم فيه من كلمتين هل كلمة هذه سلقة لنا وجب الإظهار إظهار كان مطلق عليه وحمد الله لو وبحي إظهار صدح صدح إظهار بامر على التدويث إظهار حلقي كان صدع في من عمر إظهار قمري اللي يرهضه اليوم يا المال يمتك كجر إظهار شفو من ساكن وليحي لواتن حرف كذب الدعاء نقرأ أنعم تأكل من ساكن بعدها تعرف صدح لا إظهار يحل لقوة إظهار مطلق والسكينة إظهار مطلق مالك إظهار مطلق وحلوه مع عوادي لعدم تقييده بحلقي أو شفوي أو قمري صدح لا من الله محال اللو إظهاري مضغوكي مضغوكي من كلمة واحدة قال ولماذا محال نوسي إظهاري ولقع بسرعة خوفا من الالتباس بالمضاعف القدم تمرينات الليلية تمرينات ليلسيو تمرينات ليلسيو ولا قود السؤال للإدغام إدغام كوسونا إدغام كبيغونة مع غنة ونمعيها مع حلها حل التمرينات تمرينات كأيدو اللحلي ولا شقي قال الله تعالى ووالد وما ولد ووهب شمله سمر كان صحن فمن يعمل من الصالحات فمن يعمل ويمرك خيرا يره من نعمة تجزى الحل حلك أولا مركب كبير في كلمتي ووالد وما ولد ووالد وما ولد لبدا كلمة توين توين بقى حكم حكم في سنة الإدغام إدغام بغنة مع غنة غنم ولوقوع الواو بعدة بعد التوين توين جلاشي سايدا والواو ولا من حروف الإدغام إدغام كحروف تيسو كمدها بقنة مع غنة غنم يبقى بناده ووالد وما ولد ما الحكم فيه الإدغام بغنة بما عرفته توين بعدها واو ما هو المدغم وما هو المدغم فيها المدغم الواو المدغم التوين ووالد وما ولد المدغم التوين والمدغم فيه الواو ثانيا حالك اللواد أرنك اللواد اللي حليه اللي يشغي في كلمتي فمن يعمل لماذا كلمة فمن يعمل فمن تنا كلمة يعمل لكلمة نو نو ساكنة ترهيبا حكمها حكم كذا الإدغام إدغام ويبغنة مع غنة غنة معي ولوقوع الوايود بعدة بعدها بعد النون الساكن لوقوع الياء ولوقوع الياء هذه بعدة بعدها بعد النون الساكنة نورها بنكد بيضاء والياء هذه من حروف الإدغام بغنة حروف الإدغام كو إدغام ولمن بغنة حروف الإدغام بغنة كم تهيئ فيكون وحوهانا يا حكمها حكم كي الإدغام إدغام بغنة مع غنة غنة معي ثالثا أرك سدعي في كلمتي خيرا يرى لبدا كلمة خيرا يرى توين توين ويأتى وحايم بعد توين كجلاش سيار والياء يانا من حروف الإدغام بغنة حروف الإدغام بغنة كمت
فحكمه حكم كيس إدغام إدغام بغنة مع غنة غنة من رابعا أرهن كأفرا في كلمتين من نعمة نون نو ساكنة تنهب وقع بعدها نون تقلاشة نون نون بعد متحركة لحركة ونون نون تنهب من حروف الإدغام إدغام كحروف تيسي كم التابل غنة مع غنة غنة من فيكون الحكم حكم كوحوانا إدغام إدغام بغنة مع غنة غنة من وقس على هذا كقياس قاب تمرينات الليل سيل للإدغام إدغام كي أسونا بغنة مع غنة غنة من مضلوب لطلب هايو لغاها بو حلها كسو شقيته مضلوب حلها حلها ما يفعل بين عده حكم الإدغام إدغام كحكم كي سبي غنة مع غنة غنة من فيما يلي وحصوص عده قال تعالى اللوحي ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر وهي مقر تقول بعده من كسر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر وتقول بعدها ياء ولسانا وشفتين تقول بعدها واو في جيدها حبل من أسد كلام ملوى حبل تقول بعده مين من مسد من ساكن بعده مين لو ملوى أجب كجوا على ما يأتي وحساس ما هو الإدغام إدغام كيف هي لغة اللغة العربية واصطلاحها سيد الويش جيم كاس قوس قرو كم حروف الإدغام إدغام كم عدد حروف الإدغام إدغام كحروف تسمى قوي بغنة مع غنة ونمعي وما هي محيكلة ما حكم النون ساكنة نور بل حكم كدوية إذا أتاها دوي ماد بعدها قراشة لها دوي مادها وووها دوي ماد ومع التمثيل أنا مثالنا بمثالين لا مثال مع التمثيل مثالين أي نجرت بمثالين لا مثال ذوك مثالنا ما حكم التوين توين حكم كدوية إذا أتاها دوي ماد بعد وتوين كقراشة سنور مع التمثيل مثالين أي جرته له توين كالمثال له للتوين بمثالين اللي بين مثال من القرآن الكريم القرآن الكريم كحجس كان إدغام كم مكلا هرا إلا كم واحد سكاك وابن ويه مكلا هرا كرا عشر اسكو حران ويه وسهل لنا لكن القسم الثاني قيس القسم الثاني قيب تلوال من الإدغام إدغام كيوي القسم الثاني قيب تلوال من الإدغام إدغام كي كم ده الإدغام إدغام بغير غنة غنة الآن ما هو القسم الثاني قيمة اللبان محيطها من الإدغام إدغام كحجس وما حروف وحروف تسم محيطها الثاني قسم اللبان ومن قسمي الإدغام من قسمي الإدغام بعرب تقارها الدبان من قسمي الإدغام وحليه لكرم الله وقع الإدغام وهمزة توصل حركة المقاولة من قسمي الإدغام من قسمي قرر من قسم الإدغام بميس كده من قسمي الإدغام والمقيم الصلاة والقرآن الثاني كاللبادة من قسمي الإدغام إدغام كاللبادة يستقيب كمد هو يسوى الإدغام إدغام بغير غنة غنة لعنة بلا غنة نواليه وله حاوصنا حرفان الله حرفه ما لبدا حرف اللام لاموي يورا ورا فقد وكريا وهذا كي يسمى وحلق مقعبا إدغاما إدغام كاملا بما يسرع ولذهاب الحرف حرف كبابي ديس هي وصفة الصفة معنى وذجرة كالصفة نواب بابا حرف كير باب شد بس الصهر وخذ قاضي الأمثلة مثال الذي لهما أي للام والراء لام كراء مثال العدد كل لبو حروف الإدغام إدغام كحروف تسب غير غنة غنة الآن اللام لام والراء وراء الأمثلة مثال الذي مع النون النون معي الأمثلة مثال الذي مع التوين الأمثلة مع النون وحاوي من لدن من لدنهما الحكم فيها الإدغام بغير غنة بغير غنة أما بلا غنة بما عرفت من ساكن بعده لام كيف تكون فيه ما هو المدغم كهرواء النون الساكن والمدغم فيه الله الأمثلة مع التوين ويل لكل همزة لمزة من الضمبوع على مهتهران وعلى مسمى ويل لكل وتوين بعده لام مكت لكن مدكو على مهز ويل لكل همزة لمزة ما الحكم فيه بخير همزة لمزة فيه كان مركب حاله إيه هذا
التلفظ مرة واحدة هل ما كنت أوه من لدن كداهر ما أقول من لدن ما ذكرت ما والله من لدن هما زاتين لمزة التلفظ مرة واحدة هل مرة نافك ساق بك هما زاتين لمزة الحكم فيه أه إدغام بغير غنى بما عرفت التنوين بعدها لام المدغم والمدغم فيه اللام أرانا وسجرة من ربهم من غفور رحيم وخذ قاضي الدليل 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 وأشاهد لإدغام إدغامك بقسمه لبدي سقيه من التحفة كتابك التحفة حقيس في هذه الأبيات بيدك كوانا بحر إنك هذه التحفة صامر من وقت سوي الفريد والفريد ماشي عرفت بيدي مرقيسا مفوق جفتا وحنا هو اسكفى ما يا مكت قال الناظم الناظم كيوحي رحمة الله عليه وثاني حكم كلمات بابي هذا والحكم الثاني والحكم باقدر ماشا والحكم الثاني حكم كوثلول المثار ومكت وثاني حكم كلمات إدغام لإدغام أنونا ساكنة والتوين لإدغام بستة لحرف بستة أي في ستة لحرف 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 أتت مجموعة حالة تميل وكلمية في يرمونونا يرمونونا دحية قد ثلاثة دواسونات يرمونونا عندهم عند القراء القراء أكثر لكن نقول نقي ها حروف اللحظة ها حروف تبيعين ها حروف اللحظة يرمونونا قسمان اللي بقي بضل قسم قيد يدغام أولا يدغام النون الساكنة والتنين فيه قسم يدحي سبي غنة مع غنة غنة معي علم أولا أغلق قسم يبين مبلغ إلا إذا كان إن هذا المدغم كي مدغم فيه بكلمة في كلمة الكلمة كوغل فلا تدغم فلا تدغم فلا تدغم بافع فلا تدغم هاي إدغام فلا تدغم لما إدغام وذلك كالدنيا ثم سنوان سواه سواك سوى تلا راعي الدنيا محوك راعي الدغم تلا راعيها ثم سنوان سنوان سواك سوى تلا راعي الدنيا ها محوك راعي في الحكم حكم كويثار في الحكم كل راعي تلا راعي دنيا وراعي في الحكم حكم كويثار والثاني قسم الله والثاني الله والقسم الثاني إدغامك الله بقي بمكت مدلك كوير قسم يدغم وثاني قسم الله وثاني ذي هران حكم كالواد به وثاني قسم الله يدغام الإدغام بغير غنة غنة لان ويدغام الإدغام ويأمون ساكن والتوين ليدغام بغير غنة غنة لان في اللام اللام تي والرأي راضي اللي يدغام ثم كرر أن علعلي هور هذا الصفة تكرر الله تحسيوي تمرينات الله للإدغام إدغامك لا يسأل قصة من إدغام كاسو بغير غنة غنة الآن مع حلها حل تمرينة تمرينات كايد والله حلنا اللغة الشقينة قال تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أن لن يقدر أن لن أن لن تاسو أمرك أن لن هل مربع رفك كرد الفنس أن لن يقدر عليه أحد فهو في عيشة راضية الحل أولا في اللم نور نوى ساكنة ترهب أتاو حين بعدها قداشة اللام واللام اللام كنا من حرفي الإدغام بغير غنة إدغام كي غنة لآتا لبدي سحرف من كم دو فحكمها حوم كيدو الإدغام إدغام بغير غنة غنة لآن ثانية في كلمة عيشة راضية في إذا إنو فهو في عيشة المجرور كإنو كرهب مأهل توين توين ويوقع عباد وكلاشيس بعد وقداش يسوى هذا حرف الراء والراء راضنا من حرفه الإدغام بغير غنة إدغام بغير غنة الذي سحرف بكم فحكم حكم إدغام إدغام بغير غنة غنة الآن وقسق قياس على هذا تمرينات الليل سن الإدغام أسونا بغير غنة غنة الآن مطلوب الله رب حلها إن أتكشقت بين عدو يا الإدغام إدغام بغير غنة غنة الآن في الكلمات الأتية كلمين خصوصا هدى للمتقين تمين بعده الله مو يودر السد بغير إدغام بغير غن من رزق و إدغام بغير غن النون ساكن بعدها راء المدغم عن النون الساكن والمدغم فيها الراء أيحسب أن لم يمرث أن لم يره أحد من ثمرات الرزق وتمين بعدها راء أجل كجوا على ما يأتي كم حرفا ما يقع حرفا للإدغام إدغام في أسونا بغير غنة غنة الآن وما هما محيكني إذا وقع الدود بعد النون الساكرة النون ترى بالكذب اللام فما الحكم حكمكم هي مع التمثيل أذو مثالنا
ما حكم التويل تويل كحوم في سمحية إذا وقع هدود عبد العدو قلاسي سحر فرق مع التمثيل هذا مثال هذا مثالين هذا مثال من القرآن الكريم القرآن الكريم كحجز والله سبحانه وتعالى أعلم أكون بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.